تقدر تقدير عظيم عند الله الخالق اللي خلقه وعطاه كل ما فوق الأرض وتحت السماء وتحت الأرض ملك إياه. يجب أن الإنسان يكون عنده قيمته، ويجب أن الإنسان يكون عنده احترام نفسه وتقديرها، ويسلكها في الطريق اللي يعتز منه هو بنفسه، ويعز أبويه ويعز قبيلته، ويكون مثال لإخوانه اللي حوله واللي جال للسنة كلهم مثال أنه رقى طريق صعب وطريق مجد. طريق المجد هو الشيء الوحيد اللي يكون أنه يعرف كيف يتعامل مع الناس، يتعامل مع الناس باحترام، يتعامل مع الناس بتقدير، ما يتعامل مع الناس بعتالة وعفانة وإذا لا، يتعامل مع الناس باحترام وتقدير، يعمل لنفسه ما هو يشوفه يعمل أخيه، يعمله أخيه طيب، وهو روحه بنفسه يرغب به يطالع طريق أخيه كيف خطأ ووصل إلى هذا الشيء الطيب اللي يثنون عليه ربعه ويثني عليه أبويه.